اللي بنيته عيلة الناجي في سنين، قدوا أخوك بين يوم وليلة، عليه العوض ومنه العوض. سليمان يا ناجي، رد على فتوة الحرافيش يا سليمان يا ناجي. من امتى كلابها عاوت على سبعها عتريس؟ لما سبعها وقعت سنانها واتقطم وسطاها يا سليمان. انت عايز تعمل فتوة انا موجود يا قد. توجودك بقى زي عدم. لو عايز تفضل فتوة على الحرافيش ارفع نبوتك وخشين. الفتوة انا مش بالنبوت وبس يا عتريس. امال بالنية يا سليمان؟ الفتوة انا شرف واخلاق وشهامة، ودي حاجات اتولدت في عيلة الناجي ومش هتخرج منها. ما خرجت وخلاص. ونبوت الناجي اللي ياما خوف ناس باعوا عكاز يتسند عليه المكسحين. حتى شوف. كل وقت يوري أدان يا ابن الناجي، وأنا الوقت بقى وقتي والزمن زمني. حد عنده كلام غير كده يا رجالة؟ عتريس عتريس اصبر عليك، اصبر عليك رجالة، اصبر عليك بقوة بقوة، اصبر عليك عتريس عتريس اصبر عليك خدت ابويا غدر وهو عاجز، وانا كنت اقدر اخدك غدر وانت مديني ظهرك، لكن الفتوانه زي ما قال المعلم سليمان شهامه واخلاق، وانت لو عندك شهامه انزل وارفع نبوتك قصاد نبوت الناجي. انزل وارفع نبوتك، انا واقف لك راجل لراجل. مش انت راجل برضو؟ ونعم الفتوانة ونعم الأخوة. خضر النبي صلى عليه صلى عليه افتوى بقوة صلى عليه صلى عليه خضر النبي صلى عليه صلى عليه لازم تموت يا رضوانة. شدي ولا غدر، صدقني وأجر ولا غدر. غدر عمره ما فكر يخونك. غدر كان بيحافظ على شرفك، على بيتك وعليا. يا رضوانة اوعي تموتي وتسيبيني. بحبك، انا عملت كل ده عشان بحبك.
غدر. الحمد لله ان انا هموت بين ايديك عشان تبين دي اخر حاجه بتشوفها عينيا. Ha 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 ha!